السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاعر حب وسلام أبعثها لقلوبكم وأرواحكم أينما كنتم في هذه الأرض عبر هذه الحلقة، فضلا وليس أمرا. إذا كانت هذه أول مرة تشاهد فيها قناتي فالمرجو الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. في هذه الحلقة إن شاء الله سأعرفكم على خطوات بسيطة وسهلة جدا توازن الطاقة في اللحظة والحين، فتابعوا معي. نبدأ أولا، إذا كنت تشعر بالقلق والعصبية والتوتر وانخفاض الطاقة في جسمك وتشعر بالملل والضجر من كل شيء حولك، كل ما عليك هو أن تأخذ كأس ماء ممزوج ببضع قطرات من ماء الزهر، ثم تجلس ويديك مسترخية وخذ 5 دورات من التنفس العميق بحيث تتحكم في زفيرك وتترك الشهيق تلقائيا بعد الزفير. لحظات بعدها ستشعر براحة وسكينة واطمئنان. ثانياً، إذا كنت تشعر أنك مشتت الأفكار وتركيزك ضعيف وتشعر أن هناك ضغط في رأسك من كثرة الأصوات المتضاربة فيه، ضع أصبعك في منتصف الجبين، يعني على مركز العين الثالثة، وأنت تنظر خلال ثوان لأصبعك، ثم بعدها أغمض عينيك. ستلاحظ هدوء عقلك في الحال وانخفاض التشتت والثرثرة العقلية مع ضبط إيقاع التنفس، وبعدها بدقائق يمكنك أن تبدأ من جديد بإعادة ترتيب أفكارك في عقلك. طريقة أخرى تقوم بها إذا أحسست بضيق في مركز شاكرا الحلق ونوع، يعني تحس بنوع من الاختناق والضيق، في هذه الحالة امضغ أوراق الريحان أو قطعة من اللبان الذكر، فهذا سيساعدك على الشعور بتحرر هذا المركز الطاقي. وأيضا إذا شعرت بخمول وكسل وعدم تجذر، هنا يمكنك استخدام حبات القرنفل، تمضغها فهي تقوي الجذر وكل ما يرتبط به من أعضاء الجسد. نصيحة أخرى، وهي أن لا تنظر إلى المرآة وأنت متضايق أو متوتر أو في حالة عصبية، فهذه صورة ستثبت طوال يومك في ذهنك. حافظ على تحصين نفسك بتحصين واعي وهالتك، لأن أي طاقة تلتصق بها ستتحول إلى بيانات، ثم إلى معلومات، ثم بعدها إلى مشاعر، ثم أخيراً إلى سلوكيات. النظر إلى مكان بعيد وخاصة الطبيعة يساعد الجسم على التحرر من الطاقات المحتقنة في هالتك وفي عينك الثالثة، وهذا ضروري بشكل يومي. راقب أيضاً كل ما يدخل من أفكار إلى عقلك، وليكن إيمانك بالصحة والوفرة والسعادة أكبر، فهو كفيل بتغيير الطاقة الداخلية. فعقلك يعمل بطريقة السردية الفكرية، فأي فكرة تفكر بها سيجذب ما يشبهها، فاقطع أي حلقة طاقية أو فكرة سلبية واستبدلها في اللحظة والحين بفكرة تريدها، وبهذا تستخدم السردية لجذب ما تريد. من بين الطرق أيضا وهو العقيق الأحمر، فالعقيق الأحمر يساهم في موازنة الطاقة ويساعد في التدفق الطاقي للأعلى، فاستخدم خاتما أو قلادة من العقيق الأحمر لموازنة وضخ الطاقة للأعلى. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكر لكم حسن إصغائكم ومتابعتكم، ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.